قال بعض الصحابة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته قلت الشمس طالعة، وإذا رأيته عرفت أنك لم ترى قبله ولن ترى بعده مثله. فهو صلى الله عليه وسلم أجمل البشر، أجمل من الشمس والقمر لو اجتمعا، وأجمل من الورد الأحمر على الثلج الأبيض النقي واسع العينين، هلالي الحاجبين، مفلج الأسنان. كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين ثناياه، وكان شعره صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، يعني كان لونه أسود شديد السواد، لكن من شدة جماله كأن خيوط النور تنساب من خلال شعره صلى الله عليه وسلم.